صباح الخير يا حلو. صباح النور. شو ما عندك اليوم جامعة؟ بلا كيف ما عندي. إذا ما حطوا لك اليوم مليون محاضرة ونزعوا لي عشي ما بيرتاحوا. 11:30. 11:30؟ مو معقول الوقت كيف بركض بسرعة. وليش قعدتي؟ شو ما بدك تروحي على الجامعة؟ خلص ما راح أروح، الله بيعوضني. يعني خلص ما بدك تروحي؟ أكيد أكيد. لا ما بدي روح. طب يا ستي، أنا جوزة حلقي رح تفرقع، بدي بقلك البحصة. بقيها ليلى. شوفي، في شاب حلو حلو هالحلو، جنن، شخصية، ربيته شو مش الزب. طيب شو بيشتغل؟ بيشتغل بالتجارة. كبير ولا صغير؟ وسط، يعني أول ثلاثينات، لا أنا كبير ولا أنا صغير. هلا أنت شو بدك بكل هالأسئلة؟ شو بدي بكل هالأسئلة؟ كيف يعني شو بدي بكل هالأسئلة؟ مو لازم أعرف كل شيء عن الشاب اللي بدك تعرفيني عليه؟ ولا مفكرتيني بحكي مع أي معجب فيني؟ ليش ومين قال لك إنه بدي أعرفك عليه؟ هذا الشاب معجب فيني أنا. تعرفت عليه بالديفيلي تبع اللاذقية. امبارح اتصل فيني. شو حبيبتي؟ سايرة سميحة بيت أسرارك؟ إيه خير إن شاء الله. طنجرة ولاقت غطاها. ولا يهمك حبيبتي، وانتي كمان حتصيري بيت أسراري أكيد. ولك يا ميديا، يا نور، شو صار له؟ حجبك هلأ إن شاء الله تكوني انبسطتي. خلص حبيبتي لا تزعلي، شو بدك فيهم يصطفلوا؟ هلأ أحكي لي، يعني الشاب عاجبك؟ عاجبني؟ لا ما بعرف. طيب إذا ما أنه عاجبك ليش ما بتعرفيني عليه؟ قومي من وشي، قومي من وشي عم قلك. هلا هيك يا ليلى مو الحق عليكي، حق علي أنا. كنت بدي أنصحك لحتى تعرفي تتعاملي معه. ربي أنت واللي بيحكي لي. يعطيك العافية يا قطة. أهلين أستاذ فريد. بلا يا أستاذ فريد، أنا محسوبك أبو سمير. الله يخلي لك يا. مين قصدك؟ محروس سمير. لك لا انسي، يعني أنا مؤاخذة، أنت فهمتيني غلط، يعني هيك لقب لقب من أنا وصغير بيلقبوني أبو سمير، بس لسه الله هيك سبحانه وتعالى يعني ما بعت لي، بس هيك عندي إحساس كأنه هيك قربت القصة. إيه الله كريم، الله كريم، يلا بالإذن أنا ماشي. الله معك يا قطة. يا الله كم مرة قلت لها ليلى تسكروا؟ عم بلم غبرة صاير. قطة يا قطة. ليكي الصلاة قايل لك اياها مرتين معناتها اكيد 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 قاصدها يا قطة. لا وفوق شو بيقول لي؟ جاية ابني سمير، قربت وقربت كتير كمان، وطول ما له قاعد عم يحكي معي بضل بيغمزني. لا إذا غمزك معناتها القصة خالصة. هلا صار فينا نقول ألف مبروك أم سمير. إيه بلا غلط. ألف مبروك أم سمير. ألف مبروك. هاتي بوسيتي. بوسكم العافية، الزلمة قد أبي، خرب بيت قلبكم أنتوا التنتين. حبيبتي الحب ما بيعرف لا كبير ولا صغير، يا قطة أنتِ. ها؟ شو لوين يا طنجرة وغطاها؟ شو الطبخة اليوم؟ ما بدكم تشوفوا المسلسل؟ لا احضروا انتوا الثلاثه بعدين بتحكوا لنا، لانه انا في عندي لايف. مثل ما بتعرفوا يلي ما عنده لايف بيحضر هيك مسلسلات. تشاو. اديروا بالكم رح تحترق الطبخه. ها انت بتبلش المسلسل؟ بده شي 10 دقائق يمكن. ما هيك شي لك عم بلحق اعمل دوش. لا دولي اذا بلش هيك ما حنادي لك، ما لي علاقه انا. كانه كثير ليلى مظبطه حالها. ما ابصر